تزدحم الجدران في المدن الفلسطينية هذه الأيام بصور القوائم المشاركة في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في 20 من الشهر الجاري. انتخابات في ظاهرها تعنى بالجانب الخدمي، إلا أن للسياسة ومناكفاتها النصيب الأكبر فيها. فحركة حماس أعلنت أنها ستقاطع هذه الانتخابات وستمنع إجراءها في غزة، إلا أن حركة فتح تتهمها بالمشاركة المبطنة وبمستويات مختلفة. في الضفة الفلسطينية حماس تشارك في الانتخابات بفعالية على عدة أصعدة. الصعيد الأول أنها تواصلت مع بعض المرشحين لاعتقادها بأن هؤلاء المرشحين قد يشكلوا خطرا على قوائم حركة فتح. المستوى الثاني اللي بتشارك فيه حركة حماس في المناطق التي تعتقد بأن حركة فتح سيكون لها فوزا كاسحا في هذه المناطق، دعت مناصريها بعدم المشاركة نهائيا حتى تقوم بخفض نسبة التصويت والمشاركة. ونفت حركة حماس هذا الادعاء مبررة موقفها أن الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة كما تم الاتفاق عليه في القاهرة. هذه الانتخابات يجب أن تكون في أجواء إيجابية، أجواء تفاؤلية، أجواء مصالحة، في أجواء مهيئة للانتخابات. نحن لسنا ضد الانتخابات، نحن جئنا عبر صناديق الاقتراع ولا نخشى من صناديق الاقتراع إذا كان الشعب الفلسطيني هو الحاكم، ولكن ألا يضاف سبب جديد إلى أسباب الخلاف وإلى أسباب الانشقاق الفلسطيني. أما الشارع الفلسطيني فكان له رأيه في هذا المشهد. الانتخابات المحلية هي خدمة محلية أو خدمة حياتية للمواطنين. حماس هي أبت إنها تدخل، ما حدا ضربها على يدها وقال لها ما تدخليش. حماس هي جزء من الشعب وما بصير تصير انتخابات بدون دخولها، هي راح تعزز الانقسام مش طبيعي. ما يزيد عن 500,000 فلسطيني في 94 تجمعا سكنيا سيشاركون في اختيار مجالسهم المحلية الجديدة ما عدا القدس وقطاع غزة. فما بين ضخ دماء جديدة في شرايين التنمية والخدماتية وما بين تعميق الانقسام بسبب إجراء هذه الانتخابات كما يراها البعض، يقف المواطن الفلسطيني حائرا بين أولوياته الخاصة وأولويات الوطن العام. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.